طيب الآن ننتقل محمد إلى ملفاتنا الصحية لليوم. نتطرق إلى مشكلة شائعة عند الأطفال صحيح. تحديدا، وقد تظهر عند 4% منهم قبل بلوغهم عمر 3 سنوات دون وجود سبب واضح لهذه الحالة. نعم، حديثنا عن مشكلة الحول، والتي من حسن حظنا تعتبر من المشاكل القابلة للحل مع وجود خيارات علاجية متعددة أثبتت فعاليتها شرط التشخيص والتدخل المبكرين. صحيح، ومن هنا تكمن أهمية مراقبة الأهل لأي انحراف أو عدم تناسق في حركة العينين مهما بدا ذلك بسيطا، وكذلك أهمية استشارة طبيب العيون المختص الذي بدوره يحدد أسلوب العلاج بعد الفحص الشامل للعين. وتجدر كذلك الإشارة إلى أهمية العلاج المبكر ليس فقط لدواعي وظيفية، وإنما تفاديا كذلك للأثر النفسي الذي يتركه الحول في حياة الأطفال، والذي قد يشكل مع مرور الوقت عائقا يحول دون اندماجهم مع محيطهم. صحيح أكيد، وللحديث أكثر عن الحول وأهمية العلاج المبكر يسعدنا أكيد أن نرحب معنا في الاستديو بالدكتور أسامة حكيم، استشاري طب عيون الأطفال وأيضا جراحات تجميل العيون في مستشفى مغربي للعيون. بداية صباح الخير. صباح وسهلا. صباح فيك ويانا دكتور. دبي يعني حاجة جميلة بصراحة، فخور بيها. الله يسلمك. يعني أي حاجة تحمل اسم دبي بتبقى حاجة جميلة يعني. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بداية صدق نبغي نعرف احنا الفرق بين الحول والعين الكسولة. هو العين الكسولة بتبقى أحيانا سبب، يعني الحول يبقى ممكن يؤدي إلى العين الكسولة يعني، وده موضوع مهم جدا لأن العين الكسولة دي عين ما بتشتغلش كويس يعني. عشان نشرح أي ناحية ما بتشتغلش يعني ما بيشوفش بيها الشخص كويس يعني، تبقى عينيه موجودة وسليمة وكل حاجة فيها سليمة، بس هي مش بتقدر تؤدي وظيفتها بشكل جيد نتيجة إنها كانت محولة وما تعالجتش زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة في الوقت المناسب. يعني زي الإيد الشمال مثلا، الإيد الشمال هي طبيعية تماما بس هي كسولة بالنسبة لليمين، دايما بستخدم اليمين. صحيح. بالنسبة لي عشان أنا أيمن يعني الرجل الشمال برضو أضعف من رجل اليمين، احنا بنستخدم اليمين باستمرار، لكن هي من ناحية العضوية سليمة بس ما لا تستخدم. برضو نفس الحكاية لما العين بتكون محولة فالمخ ما بيستخدمهاش، فبالتالي بينتج ده سنة ورا التانية ورا التالتة تصبح يعني كسولة. كسولة ما عادش بيشتغل كويس. وهنا دايما بيطرقني قصة، خليني أربط بين الأحداث وبعضها. من احنا حضرت سمعت مقالات جميلة في الفترة اللي قعدتها معاكم يعني دايما بيحضرني قصة على طول على مدار 30 سنة من شغل، لما كنت في أمريكا وكنت بشتغل مع الناس هناك، فكان بيبقى الشخص اللي عنده حول فبنكتب له كونسنت أو موافقة على إجراء العملية، وأفاجئ إن الشخص برضه اللي عنده حول إن أهله لازم يمضوا على ان هم مش موافقين على العمليه. طب انا فاهم اللي عايز يكتب عامل عمليه همضيه على موافقه، طب الاهل لما الطفل ما يكون عنده حول يعني ليه ايه فايده انه يمضي ان هو مش موافق على انه يعمل عمليه؟ تخوفا. بالظبط كده، لان هم عندهم تخوف من تدخل جراحي، الاهل خايفين من كده وبياخدوا القرار بناء على كده. لكن احنا كاطباء وكدوله بقى، كدوله انا عايش مع الدوله الامريكيه يعني وقتها، عايزه اجيال كويسه، فبتحمل الاهل مسؤوليه ان هم خدوا قرار خاطئ يعني. هو خلي بالك احنا الطفل ده مش هتجري له عمليه، علما بان الطبيب بلغك بالمشاكل اللي هي ممكن تحصل نتيجه الحول واللي قد ينتج عنها العين الكسوله، يعني الشخص ده مش هيشوف ده بعينه كويس، وبالتالي لما يكبر ما بقاش شخص فعال في المجتمع الامريكي. يعني انت المجتمع او هنا لو قلنا في دبي المجتمع بيطور وعمال يصرف في التكنولوجيا ويصرف هنا وهنا وهنا، واحنا نتيجه بعض القرارات الخاطئه بتكتشف ان عندك اجيال بتكبر ما هياش بتستخدم عينيها بالشكل الكويس اللي احنا عايزين نتكلم عنها نتيجه عدم اصلاح الحول. ومن هنا برضو يعني في فقرتين كانوا جمال جدا، يعني اول فقره اني احرك لما كانت الدكتوره بتتكلم على ان الاهل والشغف وان هو الطفل يختار الحاجه اللي بيحبها. صحيح. فتخيل ان الطفل ده لو عنده حول واهله سايبينه عنده حول وهو عنده شغف ان هو يبقى مذيع، فهل كان هيقدر يقعد مكان حضرتك او كان هيقدر يقعد مكان حضرتك؟ هو عنده شغف بس انت اتخذت قرار غلط، انت سبت عنده الحول. جميل. في الفقره اللي بعدها حضرتك بتتكلم عن التكنولوجيا والتطوير والمعرض. ما شاء الله متابع لكل فقراتنا بشكل التكنولوجيا رائع. دلوقتي احنا انا من 30 من زمان كنا بنتكلم يا جماعه استخدام الهنتين ده مهم لانه بيعمل حاجه اسمها البعد الثلاثي، اللي هي دلوقتي العالم كله بيتكلم فيها الواقع الافتراضي اللي هو الميتافيرس، ده بيتطلب ان الهنتين يبقوا عادلين. نعم. الميتافيرس والتعليم نفسه اللي هو هيبقى واللي هيبقى يعني متاكد ان كمان 5 سنين هيبقى كل كلامنا عن التعليم بالبعد الثلاثي، ولان دلوقتي دي طفره هتبقى رهيبه جدا اللي عملتها فيسبوك واللي هي بتتطور.
دي بتتطلب ان العينتين يبقوا سلام لما قادلين. لو عين معوجه فالطفل مش بيستخدمها كويس، وبالتالي هو يفتقد الواقع الافتراضي اللي هو الناس كتير بتستمتع بيه. فانت بالتالي القرار اللي بياخده الاهل للطفل زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه مهم جدا 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 على المدى البعيد، سواء كان في شغفه او في طبيعه المهنه بتاعته او في حتى قدرته على الاضافه للمجتمع وتطوير المجتمع. يعني احنا قاعدين عارضين طبعا صور، شوف مثلا الصوره الاولى كانت الفرق واضح نعم بين العين اليمنى واليسرى. فيعني اكيد هناك يعني المشكله هي ليست فقط الشكل، ولكن كما ذكر الدكتور هي تترتب عليها امور اخرى في أمور المستقبل. نفسية ايضا جدا جدا طبعا. انا دايما احنا في الحول عندنا مشكلتين، اول مشكله الوظيفيه، يعني الاهل كتير جدا لما بيجوا لي بيبقوا متخيلين ان احنا عايزين نخلي الشكل حلو، لكن احنا في الواقع العين اللي هي ما بتشتغلش المخ ما بيستخدمهاش. فالطفل بالتالي بيستخدم 50% من اللي ربنا مديهوله. يعني انا قاعد قدام حضرتك وعندي حول، فعينيا هتبقى رايحه على حضرتك وعينيا رايحه هنا، فالمخ هيعمل ايه؟ لازم يشوف حاجه واحده بس، فبالتالي هيلغي الصوره اللي جايه من هنا. يعني دكتور بس ده مهمه جدا النقطه دي. هل هي حقيقه احنا نشوفها في الافلام؟ انا ما شفت بالواقع انسان حول ويمكن يشوف هالشيء. بالضبط في الافلام احنا نشوف مثلا يجيبوها على اساس انها فكاهه، بالضبط ان واحد يكون حول انا اكلمك بس قاعد اطالع على الصوت، يعني انا اشوف بالضبط كده. هي هذه حقيقه؟ ده اكبر حقيقه، اكبر حقيقه، ده اكبر مشكله عندي في الشباب او في الكبار. انه يقول كتير جدا انا بكلم الشخص اللي قدامي، انا بقول لحضرتك بيكلم الشخص اللي قدامي اللي جنبه يرد. انا مش عايز اقول لحضرتك ان ساعات يقول لي انا ساعات بيفتكرني ان انا بعكس زوجته او بعكس الشخصيه اللي معديه او انا ببص على حته تانية، هو يجي يقول لي كده، يقول لي انا بقيت محرج لان ساعات الستات تفتكر ان انا ببص على حاجه او ببص لها بشكل تاني. صحيح. انا مش عينيا رايحه لها. صحيح. يعني لها تداعيات كثيره حتى تضعك في مواقف رهيبة. محرجه. تداعيات نفسيه في الطفل وهو صغير اصلا بيبقى خجول، بيبقى اختلاطه بالاطفال اقل، المدرسين كتير جدا مش بيبقوا فاهمين ان ده حول، بيتخيلوا ان الطفل مش مركز معاه، مش مركز وياه، هو باصص في حته تانية. فاليوم بيتصلوا بالاهل يقولوا تعالوا شوفوا ابنكم مش مركز معانا، والدوه دكتور نفساني شوف الحكايه، معناها المشكله كلها في الحول. الطفل اداؤه في المدرسه بدايه بيكون اقل لان هو بيستخدم 50% من ربنا مديهوله، وعين رايحه على السبوره او على البورد وات ايفر، والعين الثانيه رايحه في حته ثانيه، فهو بالتالي عمال يستخدم 50%. معاناه دكتور، انت قاعد تتكلم عن معاناه رهيبه جدا. زي ما قلت لحضرتك يعني احنا اتكلمنا على التكنولوجيا، اتكلمنا على استخدام العينتين، احنا بنربي طفل يعني المقدمه بتاعتك ممتازه جدا. احنا الطفل اللي عنده حول والاهل بياخدوا قرار ان هم يتركوه او يعني او خايفين عليه زي ما حضرتك قلت من التخدير او خايفين كذا، هم خدوا قرار ان ابنهم ده يعيش ب 50% من اللي ربنا مديهوله في الوقت اللي زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه احنا نقدر نعالجه. صحيح. يعني في حاجات ما بنقدرش نعالجها، لكن دي حاجه نقدر نعالجها. بالحديث دكتور عن العلاج، والحمد لله انه العلاج متوفر او الحلول موجوده. دعنا نتحدث سريعا عن الحلول الموجوده وعمليه ما بعد التاهيل كذا، يعني عمليه تاهيل عفوا ما بعد العلاج. هي جراحه الحول اللي دايما اكتر حاجه تخض الاهل بتشتمل على شقين، اول حاجه التخدير والجراحه نفسها. التخدير نفسه الحمد لله المواد اللي بنستخدمها في التخدير ودكاتره التخدير وخصوصا في دوله زي دوله الامارات كلهم متخصصين جدا في الجراحه مع الاطفال، يعني تلاقي دكتور تخدير اطفال بس هو متخصص في الاطفال. المواد اللي بنستخدمها سيف جدا، امنه جدا، يعني تدخل من الجسم تخرج بمجرد نهايه العمليه، وبالتالي الحمد لله مشاكل التخدير شبه معدومه الحمد لله خالص خالص مع الاطفال. الجراحه نفسها هي بتتم حوالين العين مش جوه العين، يعني لو قلنا العين دي زي الغرفه انا بشتغل بره، بالتالي الطفل حتى بعد العمليه بيدعك في عينه وبيلعب بيتنطط يعمل كل اللي هو عايزه من ساعه ما يخرج من اوضه العمليات، وبالتالي انا مفيش اي عائق يخلي الاهل تتردد في اتخاذ الجراحه. البنج والتخدير الحمد لله سيف والحمد لله ما في داون تايم مثل ما بيقولوا دكتور او فتره زيرو. يعني اقول لحضرتك انا عندي الطفل يطلع من اوضه العمليات اخش عليه يعيش حياته طبيعي، بيلعب ويتفرج على التلفزيون ويدعك في عينه. شوف لاي درجه اصبحت سهله التكنولوجيا، ما في اعاده تاهيل ولا شيء بعدها. بيبقى لو هو طبعا كان في كسل ولا حاجه الحول بقى له مده طويله، ففي الحاله دي بقول لهم غطوا العين وخليه يستخدم العين الثانيه شويه على اساس ان نتيجه التدخل في المتاخر. لكن انا مجرد ما انا عدلت له عينيه الاستخدام العينتين مع بعضهم والرغبه الشديده من المخ، وطبعا كل ما ده كان بدري كل ما ده كان بدري ونكرر تاني زي اي حاجه في الجسم كل ما بتعالج بدري كل ما بيكون ده سريع جدا وعودته للحياه الطبيعيه. ومن هنا اهميه الكشف المبكر والكشف والعلاج المبكر، الاثنين مهمين جدا جدا، وان احنا نبقى متاكدين ان ده مهم في حياه الطفل حاليا ومستقبلا. انا بقول لحضرتك يمكن كلمه اخيره، يمكن انا بيشكرني بيحضرني طبعا في المشاكل النفسيه. انا عايز اقول لحضرتك ان يمكن عندي اب من حوالي اسبوع او 10 ايام مدرس انت جدا، يمكن دي كانت اول مره اسمعها في حياتي، انا سمعت حاجات كتيره جدا. كان يقول لي انا عشان خاطر اعالج لي الحول انا ابني لما كان في المدرسه ويقولوا له هات لنا ولي الامر كان يقول لي لا مش عايزك تيجي هات لي خلي حد تاني يجي، لان بيتكسف من ابوه لما يجي له عشان عنده حول.
لما بنته جت تتجوز ما تصورش معاها ولا صورة. انت بتتحدث عن قصتك؟ لا يعني لا 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 مرضى عنك مرضى كان مرضى. ايوه قصه مرقت عليك يعني طبعا قصه مرقت عليا انه كان ينحرج الطفل, ينحرج الطفل بسبب أبوه مشكله الحول. الحول طب ليه زمان ما تعالجش زمان وده جاي يعالج معايا دلوقتي يقول لي اهلي ما عالجونيش زمان ما هو القرار كان زمان في ايده قالوا دلوقتي خد القرار يعني هذه من الاشياء ولما جاء برضه في الجواز وفي الزواج ما كانش قادر يحضر ويتصور مع بنته لان برضه عنده حول وبالتالي حس ان شكله مش هيبقى لطيف في الصور فاذا احنا في عندنا مشاكل عضويه ومشاكل تراكميه وكلها موجوده الحلول, الحلول المهم دكتور جراحة ونظارات موجودة موجودة 100% يعني نسبة النجاح حتى الأهل لما يسألوني أنا بقول لهم ما تسيبنيش لو ابنك كويس 100% أنت جيت لي عندك حول لك عندي أن ابنك يكون كويس 100% الحمد لله. وصلت الصورة أنا أتمنى أن يكون الأهالي يعني سمعوا هذه وعي. الرسالة من الدكتور وأكثر وعي. وعياً في التعامل مع مع هذه المشكلة نشكر يعني رسالتك الجميلة ووجودك الكريم الدكتور اهلا الدكتور أسامة حكيم استشاري طب عيون الاطفال وجراحه تجميل العيون في مستشفى مغربي للعيون. شكرا جزيلا الف شكر ونشوفك على خير دائما.